انتي مش فاهمة، احنا هنعمل شاورمة لحمة. هنحط في بولة لحم سكالوب بتلو متقطع شرايح رفيعة، هنحط بصلة مفرومة، 4 معالق بقدونس مفروم، 2 طماطم مقطعة صغير، 2 توم مفري، معلقة كبيرة سماء، معلقة كبيرة فلفل اسود، معلقة كبيرة خل، ونقلبهم كويس ونسيبهم لمدة 20 دقيقة تتبل. هنجيب طاسة هنحط فيها معلقة زيت زيتون، هنحط الشاورمة في الطاسة ونسيبه لحد ما يستوي، وفي الآخر هنحط معلقة ملح كبيرة. في نص رغيف هنحط معلقة كبيرة طحينة، رشة بقدونس، رشة طماطم، وهنحط شاورمة اللحم، رشة طحينة ورشة بقدونس ورشة طماطم. عملنا شاورمة اللحمة، وأكيد أنتي دلوقتي فاهمة. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.